اكيد ان احنا نكسب اول ماتش ده كان دافع كبير جدا، ان هو اول ماتش في البطوله، وان شاء الله يعني ده هيحفزنا ان احنا نكسب الثلاث الماتشات اللي جايه كلها ان شاء الله. ده هم فرقه كويسه جدا، هم فيهم عناصر كذا واحده ما شاء الله موهوبه، بس انا سمعت ان في اتنين لسه، في واحده اتصابت كانت في الدبليو ام بي اي ما جاتش، وفي واحده ثانيه برده بتلعب مع دالاس اي ثينك برده ما جاتش، فهم اكيد لما دول هيتضافوا عليهم يعني هيبقوا فرقه اجمد، بس هم فرقه كان ماتش حلو يعني واستمتعنا بيه، وان شاء الله نعدي المرحله دي على خير يا رب ان شاء الله. ان احنا في الاول ان احنا كنا بنجري على الفاست بريك، وفي الاخر ان احنا عندنا روح ان احنا عايزين نكسب، يعني كل واحده بتموت نفسها في الاخر عشان الفرقه دي تكسب، والحمد لله ربنا كرمنا يعني. اوبجكتيف اوف كورس ان احنا ناخد اول، يعني ده ذا مين اوبجكتيف، وان شاء الله زي السنه اللي فاتت ونروح الكاميرون بقى نعمل حاجه مختلفه السنه دي يا رب ان شاء الله. Against Rwanda, of course, we played Rwanda before. اللي احنا لعبنا ضد رواندا التصفيات اللي فاتت، احنا عارفينها شوية، فرقة محترمة جدا، وهيبقى ماتش جامد يعني ان شاء الله ربنا يكرمنا يعني فيه. Thank you. اكيد ان احنا نكسب اول ماتش ده كان دافع كبير جدا، ان هو اول ماتش في البطولة، وان شاء الله يعني ده هيحفزنا ان احنا نكسب الثلاث الماتشات اللي جاية كلها ان شاء الله. هم فرقة كويسة جدا، هم فيهم عناصر كذا واحدة ما شاء الله موهوبة، بس انا سمعت ان في اتنين لسه، في واحدة اتصابت كانت في الدبليو ام بي اي ما جاتش، وفي واحدة تانية برده بتلعب مع دالاس اي ثينك برده ما جاتش، فهم اكيد لما دول هيتضافوا عليهم يعني هيبقوا فرقة اجمد، بس هم فرقة كان ماتش حلو يعني واستمتعنا بيه، وان شاء الله نعدي المرحلة دي على خير يا رب ان شاء الله. ان احنا في الاول ان احنا كنا بنجري على الفاست بريك، وفي الاخر ان احنا عندنا روح ان احنا عايزين نكسب، يعني كل واحدة بتموت نفسها في الاخر عشان الفرقه دي تكسب، والحمد لله ربنا كرمنا يعني. اوبجكتيف اوف كورس ان احنا ناخد اول، يعني ده ذا مين اوبجكتيف، وان شاء الله زي السنه اللي فاتت ونروح الكاميرون بقى نعمل حاجه مختلفه السنه دي يا رب ان شاء الله. Against Rwanda, of course, we played Rwanda before. اللي احنا لعبنا ضد رواندا التصفيات اللي فاتت، احنا عارفينها شويه، فرقه محترمه جدا، وهيبقى ماتش جامد يعني ان شاء الله ربنا يكرمنا يعني فيه. Thank you. Thank you. Thank you. شكرا.